تشوسي جوكنز مغني أمريكي شهير اعتنق الدين الإسلامي قبل فترة وجيزة ليقوم بتغيير اسمه إلى أمير جونيه. قبل الإسلام أنا نصارى، ولكن أنا مسافر كثير كثير كثير، لكن أنا مسافر بلد مسلمين. أنا أرأيت أسلوب مسلمين هذا جيد، ولكن أنا سمعت أذان هذا جيد. أنا تحول قلبي في إسلام. رغم المال الوفير والشهرة الواسعة التي كان يعيشها أمير، كان آخر عهده بها حين زار مدينة أبو ظبي. قبل الإسلام عندي نقود كثير كثير، ولكن في قلب هذا فاضي. ثم دخلت في الإسلام، أنا سعيد، أنا سعيد جدا، ولكن نقود ليس مفيد. أصبح أمير من أشهر الدعاة إلى الله، حيث تواجد بمنى ليتم فريضة حجه لهذا العام، بعد أن تبنى مشروعا لتعريف مشاهير الغناء والفن على الدين الإسلامي وسماحته عبر أحد القنوات الدينية الفضائية. الشهرة شيء جميل، ولكن استخدامها في الدعوة إلى الله كما فعل أمير جونيه هي الطريقة الأنسب. من المشاعر المقدسة، عبد العزيز السعيدي، MBC.